بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده الحقيقه عندنا يوم مزدحم من الاحداث الرياضيه مع لعبنا العاب الاخرى. عندنا النهارده طبعا المباراه الاهم وهي مباراه البال باسكت بول افريكان ليج، المباراه السادسه الاهلي وبنجي من وسط افريقيا. ان شاء الله محتاجين نكسب النهارده، يعني مش عايزين حسابات تانية، عايزين نكسب عشان نتاهل اول مجموعتنا للنهائيات في رواندا. كده كده احنا خلاص تاهلنا، ولكن مهم جدا ان احنا نكسب النهارده عشان نتاهل اول المجموعه عشان نوصل هناك ان شاء الله باذن الرحمن في كيجالي او في رواندا العاصمه كيجالي في النهائيات، نكون مرتاحين، طريقنا يكون اسهل شويه في دور الثمانيه. دي المباراة الأولى إن شاء الله اللي هتتذاع على شاشة قناة النادي الأهلي. المباراة الثانية وهي المباراة الثانية في المجموعة لفتيات الذهب لكرة الطائرة سيدات، الأهلي والسجون الكيني، مباراة مهمة جدا على أول وثاني المجموعة، هتقام الساعة 8 من صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 8 بإذن الله، وهتتذاع ديجيتال أو هتتحط على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. المباراة الثالثة اللي هنتابعها من خلال ضيوفنا إن شاء الله وهي المباراة بتوجيت، الأهلي وبتوجيت في قبل نهائي كأس مصر رجال الكرة الطائرة، بيلعبوا النهاردة الساعة 8 من صالة النادي في العاصمة الإدارية. المباراة برضه هتكون في نفس التوقيت، الثلاث مباريات في نفس التوقيت الساعة 8، الأهلي وبتوجيت قبل النهائي. في حالة إن شاء الله تأهلنا النهاردة للنهائي هنلعب بكرة، غالبا هيكون مع نادي الزمالك اللي عنده مباراة في الزمالك وطلع الجيش برضو، ما نعرفش ما نحسبش، بس هي طبعا الزمالك هو اللي كان في الدوري وصيف الدوري، فالحسابات رايحه لنادي الزمالك، ولكن الزمالك وطلع الجيش هم طرفي قبل النهائي الثاني. فان شاء الله في حاله فوزنا هنتاهل للنهائي اللي هيكون بكره ان شاء الله الساعه 8 باذن الرحمن. قبل ما نتناول بقى النهارده في الاستوديو، يعني هيبقى عندنا استوديو طايره واستوديو سله في نفس الوقت عشان نتابع ابطالنا وقدر استطاعتنا نكون معاهم، برحب بضيوف اللي منورنا النهارده في الاستوديو، الكباتن الكبار كباتن كره السله وكباتن الكره الطايره كابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، وفرصه سعيده وجود النخبه دي معانا النهارده ان شاء الله، ويوم سعيد علينا ان شاء الله. منورنا يا كابتن. كابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا بضيوفك الجمال زمايلنا الضالعين في الكره الطايره يعني ولهم باع يعني. منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. برحب بكابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن هيثم، واهلا وسهلا بالضيوف الكرام، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. كره الطايره النهارده جاهز دين ولا الوضع ان شاء الله؟ الطايره وسله ان شاء الله الاثنين باذن الله. كابتن نادي النبيل نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق اللي مشرفني في الاستوديو طبعا للكره الطايره، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك واهلا بالكوكبه الكبيره في الباسكت بول، وان شاء الله النهارده يبقى يوم انتصارات في الباسكت والفول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، امبارح بعد مباراه اهلي بنغازي او اهلي ليبيا، ضيوفنا اللي كانوا منورينا طبعا في القاهره، مباراتنا مع النادي الاهلي امبارح، النادي الاهلي الحمد لله فاز امبارح زي ما حضراتكم تابعتوا على شاشتنا 87-76. بعد اللقاء هنا ابو القاسم يعني مراسلتنا العزيزه من ارض الملعب عملت لقاءات مهمه، لقاءات مع يوسف باتريك يوسف جاردنز لاعبنا المصري اللي في صفوف الفريق، ولاعبنا طبعا ايهاب امين وعمر طارق. اللقاءات دي كانت عقب المباراه، تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع لحضراتكم تاني. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات واحد ايضا من نجوم هذه البطوله باتريك جاردنر. First of all, congratulations. It was tough games, but at the end you've made it and qualified to the finals. So I want you to talk more about the games and the competition we've all seen. Yeah, so thank you for congratulating. I think it was just a big win coming off a loss. It was definitely a good team win, especially, you know, we played together and there was so much positivity. So it just felt really good to get the win. يعني طبعا انا كنت ببارك له على الفوز وبقول له ان اكيد كان في منافسه قويه بين جميع الفرق، لكن في النهايه قدروا اكيد يوصلوا للنهائيات. هو طبعا كان بيقول لي ان هم لعبوا بشكل جيد جدا وكان في روح جماعيه جيده في الفريق، وفي النهايه قدروا يحققوا الفوز ويتاهلوا للنهائيات. هو اكيد سعيد بهذا الفوز. I want you to talk more about the vibes, the fans, they came in all the games actually, so I want you to talk more about the vibes and the fans. Yeah, I mean, we're so thankful for the fans that came out to support us and the fans that just support us even if they didn't come to the game. They were really loud today and we fed off their energy and that helped us get the win. So thank you to them.
يعني طبعا انا كنت كمان بكلمه على الاجواء داخل صاله الدكتور حسن مصطفى ووجود الجماهير، وحقيقة هو شكرهم جميعا وقال لهم هم اكيد اضافوا لهذه البطوله، وكمان هو شكرهم على دعمهم لي في كل المباريات والفريق اكيد بشكل عام. I know you've been practicing Arabic lately, so I want you to say or tell something to الاهلي fans. اوكي شكرا جمهور الاهلي. معي بقى في هذه اللحظات الجولدن بوي الحقيقه واحد نجوم الفريق الاول لكره السله ايهاب امين، ده طبعا الف مبروك الحقيقه، عملتوا بطوله كبيره جدا. اكيد يمكن هنتكلم اكتر على مباراه النهارده، كانت مباراه صعبه يمكن في البدايه كنتوا ماشيين بوينت بوينت، لكن في النهايه بقى قدرتوا تحسموا المباراه لصالحكم. طبعا الحمد لله، يعني بحيي جمهور النادي الاهلي كله والفرقه والجهاز الفني. يمكن النهارده كان ماتش صعب قوي بالذات بعد خساره الماتش اللي فات، كان علينا يعني حمل بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا، فالحمد لله اللي احنا قدرنا يعني ماتش زي ده ان احنا نثبت ان احنا فرقه بطوله وفرقه كويسه، وبالذات بعد خساره الماتش اللي فات. يعني انا هاخد من كلامك يمكن كمان التصفيات المره دي مشتعله جدا، كل الفرق قريبه من بعض، بنشوف فريق بيكسب المباراه اللي بعدها بيخسر، فعايزاك تكلمني اكتر عن الاجواء دي، اكيد ده بيحط برده بريشر عليكم ان انتوا تكونوا مركزين بشكل اكبر. طبعا يمكن بطوله افريقيا باين لكل الناس موسم بعد موسم بتحسن، حتى المحترفين في كل الفرق احسن المحترفين السنه اللي فاتت، يمكن حتى اللعيبه المحليه في كل ثلاث فرق اللي معانا في المجموعه احسن من الفرق اللي احنا لعبناها السنه اللي فاتت، مدربين على اعلى مستوى، البطوله بتتحسن سنه عن سنه، فده بيخلي المنافسه اصعب، بس احنا الحمد لله يمكن عندنا جهاز فني على اعلى مستوى ومستقر بقاله كذا سنه، واللعيبه المحليه كويسه جدا، لعيبه كتيره في المنتخب، والمحترفين قدروا يخشوا معانا على طول وانسجموا، ولسه عندنا اعتقد يعني مستويات ثانيه ان شاء الله نقدر نوصل لها لما ماتشات تتقدم في كيجالي ان شاء الله. عايزه اتكلم عليك بالتحديد، الحقيقه انت عامل بطوله كبيره جدا، يمكن بتكون من توب سكوررز في كل مباراه، فعايزه تكلمني اكتر على ده. يعني يمكن بحاول انفذ الجهاز الفني واللعيبه يعني بيدوني ثقه ان انا اقدر العب اللعب اللي انا بلعبه في الماتشات دي. مش عايز انسى حد، يمكن الماتشات دي بالذات بنحتاج كل اللعيبه. اللعيبه بتبذل يعني مجهود جبار، تقريبا عندنا 6 ماتشات في 9 ايام، موضوع صعب جدا، ولسه جايين من دور الثمانيه في الدوري، وتقريبا كمان 3 ايام عندنا سيمي فاينل الكاس، وان شاء الله ان شاء الله بعديها عندنا فاينل الكاس، فموسم طويل وصعب، فكل اللعيبه بيبقى ليها ادوار مهمه جدا، والجهاز الفني برده يعني عايز اشكره، وان شاء الله نقدر نفرح الجماهير الفتره الجايه اكتر. اخيرا بقى الحقيقه الفتره دي كل تقريبا فرق النادي الاهلي بتشارك في البطولات الافريقيه وبتقدم مستويات كبيره جدا، كونك طبعا احد لاعبي النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، شايف ايه السر في ده؟ يمكن اكيد الاداره، استقرار الاداره ومدربين على اعلى مستوى ومحترفين على اعلى مستوى ولاعيبه محليه على اعلى مستوى، منظومه كلها متكامله. عايز ابارك طبعا لفريق الفولي رجال وسيدات على الدوري، والرجال على بطوله افريقيا، والهاندبول على كاس الكؤوس، ان شاء الله احنا نبقى زيهم، وعندنا الكاس كمان اسبوع ان شاء الله، مستنيين دعم الجمهور، وبعديها ان شاء الله نهائيات افريقيا في رواندا ان شاء الله. ومعي في هذه اللحظات واحد من نجوم البطوله الحقيقه حتى الان عمر طارق، في البدايه طبعا الف مبروك تاهل للنهائيات، الحقيقه كانت تصفيات قويه جدا، شفنا نديه بين كل الفرق، فالف مبروك، وعايزك تكلمني بقى عن المباريات واكيد خصوصا مباراه النهارده. الله يبارك فيكي، والحمد لله، اول حاجه على المكسب طبعا. البطوله زي ما انت قلتي صعبه جدا، الفرق كلها بتتحسن سنه عن سنه، حتى الفرق الصغيره بتتحسن، اي حد بيكسب اي حد زي ما احنا شايفين، لو الفرقه مش نازله جاهزه واخده الماتش بجد ممكن اي حد يخسر من اي حد. يعني كان لازم نعوض طبعا الخساره بتاعه الماتش اللي فات، يمكن كان في دروب شويه، فالحمد لله قدرنا نعوضها ونصالح الجماهير، وبشكر طبعا الجماهير العظيمه اللي بتيجي تشجعنا وعلى طول في ظهرنا. الحقيقه ان مباراه غدا يمكن انتوا بالفعل تاهلتوا، لكن مباراه غدا هتكون مهمه عشان تسهل عليكم الطريق اكيد في النهائيات، فعايز اعرف هتستعد لها ازاي وايه التارجت منها؟ لا عادي طبعا، كل ماتش مهم، احنا صعدنا بس الاول بيفرق عن الثاني، ولازم ناخد كمان احسن اول في الثلاث مجاميع، يعني حتى لو احنا اول بتفرق نبقى يعني احسن تصنيف في الثلاث اوائل بتوع المجاميع، كل ده هيفرق في طريقنا ان شاء الله للنهائي. فيعني هنجهز له زي كل ماتش، هنتفرج على الماتش بتاعنا اللي فات معاهم والغلطات اللي غلطناها نحاول نصلحها، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بكره ونختم بقى التصفيات دي بمكسب ان شاء الله، ويعني نجهز بقى للماتشات اللي بعديها ان شاء الله. عايزين نتكلم على نقطة مهمة تانية وهي الأجواء، الحقيقة الأجواء مميزة جدا داخل صالة الدكتور حسن مصطفى، تنظيم عالي، وجود الجماهير أكيد بيكون ليه دافع قوي ليكوا كلاعبين، فعايزة حضرتك بقى تكلمني على الأجواء. لا التنظيم الصراحة على أعلى مستوى، يعني
والجماهير يعني بشكر تاني الجماهير، جماهير الاهلي العظيمه اللي على طول في ظهرنا في كل حته، يعني حتى النهارده في ماتش كوره كمان الجماهير جت، يعني فحاجه يعني هم دول اللي بيدونا الدفعه ان احنا يعني نطلع كمان اكتر من 100%، ف واحنا يعني ان شاء الله نقدر نساعدهم يعني. وتاني بنعتذر عن الاخفاق يعني بتاع الماتش اللي فات، يمكن كان بس فيه دروب يعني يوم كده، بس الحمد لله قدرنا نعوضه وان شاء الله نختمها بكره يعني على خير ان شاء الله. دي كانت لقاءاتي مع نجوم الفريق الاول للكره السله بالنادي الاهلي بعد فوزهم على فريق الاهلي الليبي وضمان التاهل لنهائيات بالفور في رواندا. يعني طبعا ببارك لكل جماهير النادي الاهلي واكيد ببارك لحضراتكم في الاستوديو، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. دي كانت لقاءاتنا امبارح عقب المباراه. الحقيقه اللعيبه حاسه بالمسؤوليه زي ما حضراتكم شفتوا، اللقاءات دي بتبقى مهمه جدا للتواصل مع الجماهير. شفنا يوسف وهو بيقول يعني قد ايه هو حاسس بجمهور النادي الاهلي، كمان عمر طارق يعني بيعتذر للجماهير عن الاخفاق في مباراه اللي هي لعبوها مع سيتي اويلرز، وكمان ايهاب امين بيوعد الجماهير ان شاء الله ببذل مزيد من الجهد. مهمه جدا اللقاءات دي، واحنا بنشكر اللاعبين وعندنا ثقه فيهم باذن الله. نيجي لضيوفنا كابتن محمد النهارده، يعني خلاص نسيب بقى كره السله نروح على الكره الطائره. النهارده مباراه مهمه مع بتوجيت، فرقتنا خارجه من بطوله افريقيا. وضع طبيعي في اي علم في العالم انه لازم الكيرف بعد ما بيطلع قوي لازم بينزل. فالنهارده الناس بتتساءل وانا واحد منهم، هينزل لغايه فين؟ هل نزول او دروب الكيرف ده هيخلينا نعدي ماتش بتوجيت ونكسب بكره ان شاء الله في حاله تاهلنا، ولا لا قدر الله ممكن نلاقي الكيرف ده مأثر علينا او الهبوط في الاداء ده يأثر علينا النهارده؟ هو طبعا كلام حضرتك مظبوط، بعد اي بطوله يا كابتن هيثم الكيرف بتاع الفريق لازم ينزل. بس دي كانت رؤيه من فرناندو بصراحه، ان هو لعب في النهائي بمجموعه وحافظ عليها، هي دي اللي خلصت الماتش 3-0 مع ابو سالم التونسي. المجموعه الثانيه ان شاء الله انا شايف ان هي اللي هتكون بتلعب النهارده. ماتش النهارده هو مش هيكون صعب بالشكل اللي هو ان احنا هيبقى فيه ارهاق في الملعب، قد ما هو هيكون ان احنا لازم نعدي المرحله بتاعت نزول الكيرف بتاعنا ده النهارده. فانا شايف ان شاء الله الست لعيبه اللي هم ما لعبوش في النهائي هم ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين النهارده، وهيكونوا موجودين بقوه بحيث ان هم نقدر نتخطى عقبه النهارده ونبدا ان احنا نشوف ماتش بكره باذن الله. طب هل مستر فرناندو النهارده ممكن يحسب حسابات يقول لك اعمل روتيشن، احاول اريح اللعيبه على قد ما اقدر، ولا خلاص هم 48 ساعه؟ ده 24 ساعه مباراه النهارده ومباراه بكره تاخد كاس. صحيح. برضو يعني هيتعامل ازاي الموضوع ده؟ في حيره شديده جدا. انا يعني شايف بالنسبه لي على المستوى الشخصي حتى تقسيمته يا كابتن هيثم لماتش النهائي وان هو كان بدا بعبد الله عبد السلام ومعاه احمد صلاح وبعد كسران وكان معاهم في نص الملعب، يعني حتى كان مريح عبد الحليم ومريح حماده عثمان، وانا شايف ان هو ده اللي هيبدا بيهم النهارده. يعني انت بتتوقع كده؟ بتوقع طبعا ان هو هيكون كده، وهيبقى معاهم حسام يوسف وممكن يكون موجود كمان معاهم سيف عابد، واربعات انا شايف ان هو ممكن يبقى عليهم، والباري كده كده هم مع الاثنين بيبدل فيهم سواء في الاستقبال او في الديفنس. وان شاء الله اليوم يعدي كويس، خصوصا ان فرقه بتروجيت كانت بتستعد الفتره اللي فاتت، وهو برده ماسكهم كابتن محمد مصلحي كان المدير الفني السابق، واحد ابرز مدير فنيين في تاريخ يعني كره الطائره. صحيح. فبرده هو يتخاف منه برضه، اللي هو يعني هو كل مدرب داخل وعايز يكسب طبعًا. ولكن برضه هو هيكون عنده حسابات تانية النهارده. هو بيلعب على ميدالية، فرق ما بينهم زي ما حضرتك قلت اقل من 24 ساعه، فبكره هو هيبقى عنده مباراه ثالث ورابع. انا شايف ان هو هيكون مركز اكتر في مباراه بكره، فممكن النهارده هيريحنا هو برضه. يعني انا شايف ان هو اعلم ده يعني. بص بس انا اتوقع ان كابتن محمد صلحي بيده بحكم خبرتي بيه، يعني لا هو بيقاتل يعني ما بيبصش لتاري خطوه، بيقاتل لاخر نفس. فانا بتوقع المباراه النهارده ممكن تبقى فيها بعض يعني الفنيات العاليه، واللي هيبقى ممكن يبقى كلوز جيم في الاول. دي توقع ان شاء الله طبعا. يعني هو طبعا توقع، يعني انا شايف ان هو هيكون سليم برضه، ولكن هو ماتشات الكاس يا كابتن هيثم حضرتك عارف طبعًا بيحصل فيها مفاجات كتير جدا، وهي خبطه وجري وغير كده كمان هو ميدالي. هم نهوا السنه دي في الدوري في الترتيب الخامس، وهو عايز يتوج طبعا اكيد بميدالي. يعني هو رابع كاس برضه، مش حاجه على قد ما هو ياخد الميدالي. فهو يعني انا شايف ان هو
هيبدا برضو لانه كان بيلعب ماتشات في الفتره اللي فاتت ماتشات وديه، فكان شفت بعض اللاعبين بدا بيهم، فاعتقد ان هو هيشتغل نفس ما نهى في الماتشات الوديه بتاعته، وان شاء الله يكون ماتش ان شاء الله احنا يكون لنا اليد العليا ان شاء الله ونكون موفقين باذن الله النهارده. اشكرك يا كابتن نادر. النهارده المباراه شايفها ازاي؟ شايف هل تتفق مع كابتن محمد كتات انه هيلعب بنفس التشكيل لاعب بيه نهائي افريقيا، خاصه ان هم نجحوا بشكل كبير، ولا ممكن يلعب بالاربعه خمسه اللي ما لعبوش ويطعمهم ببعض اللاعبين؟ يعني رؤيه حضرتك الفنيه ايه في ظل انخفاض الكيرف الطبيعي؟ هو اولا هو فرناندو في البطوله قسم البطوله على لعيبه بالكامل كويس، وكانت البطوله الى حد كبير باستثناء ماتش او اتنين كانوا مستوى احسن شويه، وباقي البطوله كان المستوى كان الى حد ما مش قوي كويس. وهو اكيد طبعا عامل حسابه ان في البرنامج التدريبي بتاعه ان في عنده قمتين ورا بعض، عنده يومين ورا بعض هيلعب فيهم ماتشات، عامل حسابه ان هو هيأهل فرقته للموضوع ده كويس جدا. هو خلص بطوله افريقيا، مجرد ما خلصها خدوا راحه يوم وعسكروا ثاني يوم مباشره. هو عارف، راجل مدرب محترف وعارف شغله كويس قوي، فاكيد مأهل فرقته كويس قوي ان هم هيلعبوا بالتوب فورم بتاعهم. نعم، ده يعتبر قبل نهائي كاس، وفريق بتروجيت فرق يعني فرق كويسه جدا، معاهم كابتن محمد مصلحي مدرب على مستوى عالي جدا جدا، مش الماتش هيكون سهل خالص. فهو اكيد مأهل فرقته كويس جدا نفسيا ان هم يعملوا ماتش كويس مع الاهلي. نعم كويس. واكيد برضو فرناندو هيلعب بالفول باور. نعم، ما فيش عنده ان هو هيريح لعيبه عشان مجاهدين. لا، هو اكيد 24 ساعه خلاص، واخر 24 ساعه في الموسم بالظبط. الناس اللي لعبت تكسبوا يلعبوا بقى وخلاص بالظبط. لا، هو مجهز اللعيبه كمان، في اكيد ريكفري اتعمل للعيبه اللي لعبت البطوله او حسوا بالاجهاد شويه. واكيد هيلعبوا النهارده، كله هيلعب فول تيم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف يعني نتيجه كويسه. وبرضه ايه، هنروح لكره السله ونرجع بقى نشوف السجون الكيني النهارده. هنعمل معايا في السيدات كابتن سلعاوي النهارده مباراه بنجاي، حطينا نفسنا في موقف صعب شويه بهزيمتنا من فريق اويلرز، ولكن يعني شايف النهارده المباراه ازاي؟ خاصه ان بنجاي من حقه يحلم، برضه من حقه يكسب، فهتلاقي نازل في المباراه شادد معاك، وخاصه ان انت امبارح برضه ادائك يعني ما كانش يعني اللي هو يعني 100 100. شايف ايه يا كابتن؟ لا، هي طبعا مباراه هتكون صعبه، اي مباراه كره سله بتكون صعبه وغير متوقعه، لكن انا شايف ان اللعيبه بتوعنا او اي لعيب في بطوله، وده زي ما اتعودنا يعني، انه بيحب يؤدي احسن ما عنده في ختام البطوله، لان دي بتبقى الذكرى الوحيده لغايه لما تقام البطوله الرئاسيه في رواندا. والبطوله من سنه لسنه بتتطور ويزيد المستوى بتاعها تنظيميا، جمهور، لعيبه، اجانب، فبتاخد شكل احلى. نعم، وشكل يعني ارقى كل مره. لكن هي هتبقى مباراه صعبه. احنا كسبنا الفرقه دي قبل كده بفرق 6 نقاط، لكن كانت مباراه لم نحسمها الا في اواخر الجيم. مباراتنا امس كانت برضو الى نوعا ما مش ادائنا، لكن انا اعتقد النهارده ان شاء الله هيكون اللعيبه في احسن اداء، لان كل لعيب بيحب يسيب ان انا لا، البطوله في ارضي ولازم اكسبها ولازم اطلع اول. وجمهور امبارح ساعدهم على كده، واعتقد النهارده الصاله ان شاء الله هتكون مليانه باذن الله. طب كابتن، يعني شايف النهارده يعني مستر اجوستي في بعض اللاعبين الحقيقه كان ليهم تحول كبير في ارض الملعب، زي يوسف جاردنز، او يوسف جاردن او باتريك يوسف جاردنز. يوسف من اللعيبه اللي بتعمل فرق كبير جدا، بس برضه هو يعني مستر اجوستي مش بيديله وقت اطول. هو 20 دقيقه اللعيبه عند مستر اجوستي، 20 ل 30 دقيقه، ده يعني يكون لعب ماتش كبير جدا. شايف ليه مستر اجوستي بيلجا للروتيشن ده، وشايفه ضروري في المرحله دي ولا لا؟ هو اللي انا عايز اقوله بس في حاجه، ان يوسف يعتبر من افضل اللعيبه الاجانب اللي دخلت في تيم الاهلي في البطولات الافريقيه او العربيه. فعلا، برغم انه مصري. برغم انه مصري، وبرغم ان هو بيلعب مع منتخب مصر، لكن هو يعتبر من افضل واحسن الناس اللي جت في مركز 4 وساعدوا الفريق. نزوله بيؤدي لفارق في المستوى، بيؤدي لطفره مع الفريق، بالفريق بيقدر يفوز. لكن انا اعتقد ان الروتيشن يعني بين اللعيبه المصريين، لان هيدخلوا على سيمي فاينال كاس وفاينال كاس ودوري بطوله في رواندا وبعد كده بطوله السوبر، لكن اللعيبه الاجانب اعتقد ان ممكن يزيد وقتهم شويه. نعم، لان هم هيلعبوا البطوله دي خلاص، ده اخر ماتش النهارده واخر ماتش بالظبط ان شاء الله. كابتن طاهر، شايف مباراه النهارده ازاي في ظل طبعا ان انت محطوط النهارده لازم تكسب؟ سيبك بقى من حسابات الخساره اللي انت يعني حسبناها تبقى تخسر اقل من 6 نقاط، احنا مش عايزين نروح للنقطه دي،
ولكن النهارده لازم تكسب. شايف المباراه النهارده بظل الضغط العصبي ده ازاي؟ انا اعتقد ان هي تحولت البطوله بالنسبه للاهلي من دوري من دورين الى زي تحس ان هي مباراه كاس، يعني زي فاينل، عشان اسهل عليا المهمه في النهائي، عشان اقابل فرق اقل لازم ان شاء الله باذن الله اطلع الاول. نعم. فبالتالي هيبقى فيها الى حد ما المباراه الى حد ما هيبقى فيها توتر شويه، او احنا طبعا لعبتنا خبره والامور دي مرت عليهم كتير، انما هيبقى فيها تنافس على ان يطلع المركز الاول، لان بنجي له نفس الهدف ان هو يقابل في النهائيات فرق أسهل صح، لان هيبقى ترتيبها بالظبط اقل في النهائي. طب هو الماتش اللي قبلنا عندك خلفيه الماتش اللي قبلنا عمل ايه؟ اهلي بنغازي وسيتي اويلرز عندكم يا جماعه، معلش لو حد في الارض وهنا ابو القاسم لو ينفع تقول لنا يا جماعه وهي في الملعب اكون شاكر. المباراه لسه ما خلصتش. هنعرف دلوقتي يا كابتن ده هيحدد كتير شكل لسه ما خلصتش. ليه؟ لسه ما خلصتش. ايوه ما هو بس نعرف يعني ماشي ازاي، راح في انهي اتجاه. اتفضل يا كابتن طه. فانا اعتقد ان السيناريو بتاع اوجستي بخصوص الروتيشن ده مهم جدا، لانه هو في نمره واحد بيوفر جهد على اللعيبه لما يعمل روتيشن ب 12، يعني لو لعبوا الماتش 10 غير ما يلعبوه 7 غير ما يلعبوه 8 غير ما يلعبوه 12، ده بيوفر جهد. احنا لسه كنا بنتكلم في كره الطايره ان هم خارجين من البطوله، انما كل ما كان في روتيشن، حتى الكباتن ردوا قالوا ان المدير الفني بتاع الطايره ممكن يلعب ناس ثانيه غير اللي بيهم اخر مباراه صح، فانت بتعمل نفس الطريقه بس بتعمله من خلال الروتيشن اللي في المباراه الواحده، وقتك يقل عشان يلاقيك في اخر الماتش، لان هو سياسته او بيفرق باستمرار الكوتش اوجستي بيفرق في الثمان في الثالث والرابع. نعم. فهو لو اجهد الناس اللي هيعتمد عليهم التالت والرابع في الاول والثاني ومش هلاقيهم التالت والرابع بس اسمح لي كابتن ايسر اتفضل. المباراه انتهت 32 بونت لليبيا. ليبيا؟ طيب تعالى نحسبها كده يا كابتن. ليبيا كسبت كده، ليبيا خسرت ماتش منا في الاول وماتش منا في الثاني، بس ليبيا خسرها ماتشين صح؟ واحنا خسرين ماتش احنا وين. طيب خش على سيتي اويلر. سيتي اويلر كسب ماتشين بس. سيتي اويلر كسب بنجي. لا سوري، ليبيا خسر 3 ماتشات. ازاي؟ خسر مننا مرتين. ايوه مرتين صح، ومره من بنجي. يبقى كده، يبقى احنا خسرانين مره. اهلي بنغازي خسران 3. هو بعيد. وسيتي اويلرز خسر كام؟ 3 في الاول. 5 وخمسة. لا في ماتش كسبه ولا خسر 5 ماتشات؟ خسر 4 وكسبنا. يبقى خسر 4 مباريات. بنجي 2-2. خسر 2 في الاول. ما بس بنجي كسب سيتي اولرز وبنجي عمل ايه؟ سيتي اولرز كسبت صح؟ يبقى بنجي خسران 2-2 وهيلاعب النهارده الماتش الثالث، يبقى خسران لغايه دلوقتي 4 كده بشكل كبير. اهلي بنغازي الثاني. الثالث؟ لا تاني. ليه؟ ثاني. ما هو انت عندك يا كابتن اهلي بنغازي خلص ماتشاته. ايوه خسران 3 ماتشات. بالظبط. عندك سيتي اويلرز خسران 4 ماتشات ولسه عنده، سوري، بنجي خسران 4 ماتشات ولسه عنده ماتش اهو. عندك سيتي اويلرز خسر 4 مباريات ماتشاته خلصت. فالنهارده لو انت كسبت بنجي هيبقى في الرابع، في المركز الرابع. فهي كده خلاص اهلي ليبيا حسم المركز الثالث، حسم المركز الثاني. تهيألي ان شاء الله حتى لو خسرنا النهارده يا كابتن هيبقى خسارتين. اقربنا لينا مين؟ اهلي بنغازي هنبقى اول برضه. وخلاص النهارده كده، النهارده بعد الفوز ده بيتهيألي الدنيا كانت حسن. بعت لنا كابتن نبيل يبقى كابتن نبيل حبيبي. طيب خلينا نروح سريعا كده عشان نرجع تاني للمباراه بقى، الاهلي والسجون الكيني في كره السله سيدات. فريق بنجي، عشان نحط احنا طبعا فرقتنا حافظينها كلها، ولكن بنجي عندهم 4 لعيبه اجانب زائد نضال لاعب مصري جاي من الام بي اكاديمي. تمام. فهنقول لكم اللعيبه الاجانب وارقامهم عشان دول اهم لعيبه هتلاقيهم في بنجي. اللاعب كورتيس ده اول لاعب امريكي موجود في صفوف البنجي. كورتيس ده بيلعب شوتينج جارد وباور فورورد، هو رقم 7.
كيرتس رقم 7. أنا آسف، كيرتس رقم 2، ده بيلعب جارد، لا رقم 2 بيلعب جارد وطوله 190 سنتي، ده مواليد 98، ده أمريكي، ده أول لاعب محترف. اللاعب الثاني نيجيري إيميكا، إيميكا النيجيري ده لاعب بيلعب جارد، ده دول اللي بيلعبوا يعني البارامترز اللي بره دول القصيرين. إيميكا نيجيري بيلعب 190 سنتي، مواليد 96، ده اللاعب الثاني المحترف. اللاعب المحترف الثالث من جنوب السودان، جنوب السودان يا جماعة بتكتسح في الأجانب بصراحة. نيانج لعيب جنوب السودان ده رقم 24، نيانج جنوب السودان رقم 24، طوله 198 سنتي، ده بيلعب باور فورورد، ده بيلعب تحت الحلقة، مواليد 96، كان آخر دوري بيلعب فيه كان في الزيمبابوي، كان في زيمبابوي. تمام. اللاعب الأخير وهو من الكونغو الديمقراطية، اللاعب المحترف اللي في صفوف بنجي من كونغو الديمقراطية وهو رولي، رولي رقم 15، ده بيشو سمول فورورد، يبقى هو جايب 4 و5 وجايب 2 و3 يا كابتن، 4 و5 و2 و3 دي فرقته اللي موجوده، واحد من كونغو الديمقراطيه، 2 امريكان، ايوه واحد نيجيري، 2 افارقه جنوب السودان والكونغو الديمقراطيه، وطبعا نضال من مصر ده معروف، احمد نضال ده طبعا من الام بي اكاديمي، ده ما بيعتبرلوش جنسيه اخرى. بس على فكره يا كابتن انا لاحظت حاجه، في فرق معاهم 5 اجانب مش 4، دول معاهم 5 اجانب، وعلى فكره هم سامحين لنا بخمس اجانب مش 4. انا ببص اهو، احنا ناقصين واحد كده، احنا ناقصين واحد، انت عندك واحد جنوب السودان تمام، وعندك واحد من نيجيريا، وعندك واحد من كونغو الديمقراطيه، ادي 3، واحد امريكاني، لا هم معاهم 4. الدور اللي جاي المسموح لك بواحد بس هم معاهم 4 في الدور النهائي. بس انت مش شايف كابتن هيثم كتير؟ اهلي بنغازي كسب 110-78 ل 32 بونت. هم دول معاهم 4 اجانب طبعا بالاضافه لنضال مصري، بس نضال ما بيعتبرش، بس هو اعتقد حدد الافارقه فهذا الاساس. ما هو 2 و2، ما هم بس فرقه امبارح كان 5 اللي احنا كنا بنلعبها اللي هي اهلي بنغازي، بس واضح منهم واحد كان معاه الجنسيه الليبيه، ممكن يكون مجنس ليبي. كباتن اجي لكم بقى في المباراه كمان المهمه الثانيه الثالثه عندنا النهارده، وهي اهلي مصر سيدات او فتيات الذهب كره الطائره سيدات مع السجون الكيني، مباراه صعبه جدا جدا جدا، لانه انت النهارده مجموعتك دي تعتبر على الاول وثاني المجموعه. والاهلي كسب امبارح كمان او في المباراه الماضيه 3-0، ودي لقطات طبعا من المباراه اللي فاتت. شايف مباراه مع الفريق الجزائري، شايف النهارده حظوظنا ايه مع السجون الكيني، وهل المباراه هتمشي بهدوء ولا هنلاقي يعني شد وجذب، خاصه ان كينيا معروفه في كره الطائره السيدات؟ والله يا كابتن هيثم انا شايفه ان هو نهائي مبكر، او هنقول نهائي مكرر، لان هو عاده السجون الكيني دي بتبقى دايما في النهائيات، احنا بنلعب معاهم دايما في النهائي، فان شاء الله يعني بحساباتنا وحسابات كابتن ابراهيم فخر الدين باذن الله نقدر ان احنا نتخطى فرقه النهارده، لان هي من الفرق الثقيله في افريقيا، وياما كانوا طلعوا على منصات التتويج، فانا شايف النهارده ان شاء الله كابتن ابراهيم فخر الدين هيقدر يتعامل مع الفرقه ان شاء الله، ونقدر ان احنا ان شاء الله نتخطى ونكون نتصدر مجموعه يعني النهارده ان شاء الله. نعم، بس خلينا نوضح حاجه يا كابتن، نرجع للسله تاني معلش. احنا عندنا بنجي، انا عايز بس اعرف موقف بنجي، بنجي كسب اهلي بنغازي ولا خسر منه؟ كسب اهلي بنغازي صح؟ كسب اهلي بنغازي وكسب سيتي اويلرز تمام؟ يبقى هو كسبان ماتشين تمام؟ وفي الدور الاول كسب سيتي مرتين، كسب سيتي مرتين يا كوتش، كسب سيتي مرتين، كسب اهلي بنغازي وكسب مرة بنغازي مرة، النهارده لو كسب يبقى كسب 4، لو كسب اكتر من 6 بونت يبقى اول مجموعه. تصدق يا كابتن؟ صح، يعني النهارده مباراه النهارده نو واي مصيريه، مصيريه يعني كاس نهائي كاس. يبقى كده احنا عندنا، لا يبقى كده احنا الحسابات اختلفت، احنا النهارده بنجي لو كسب اكتر من 6 بونت يبقى اول المجموعه، يزحنا على اول المجموعه، فمباراه النهارده اهم مباراه لينا، خلي بالكم الحسابات بتتغير عشان كله بيلعب كله، احنا مش في مجموعه ثانيه، كل يوم كل مباراه، كل مباراه الحسابات بتختلف، يعني النهارده لو كان اهلي ليبي خسر كان الحسابات هتختلف، ولكن النهارده بنجي، النهارده لازم نكسب بنجي بفرق اكتر من 6 نقاط، او نخسر اقل، يعني لو خسرنا نخسر يعني اقل من 6 نقاط، او نكسب خلاص نبقى اول المجموعه. كل الحسابات دي لخبطت عشان خسارتك من سيتي اويلرز، الحسابات كلها اتلخبطت، بالنسبه لك كنت ماشي تمام، الماتش ده سيتي اويلرز يعني ادالك، ما ادالكش فرصه ثانيه. طيب سيتي اويلرز اتغلب باربع ماتشات، نعم. اضعف فرقه في طيب نستاذن حضراتكم يا كباتن، استاذن حضراتكم يا كباتن، واستاذن الساده المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره لثلاث مباريات اليوم، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم بالاحداث اللي هنغطيها النهارده. مباراه كره السله بال 4 او باسكت بول افريكان ليج اللي هتذاع في تمام الساعه 8 في صاله الدكتور حسن مصطفى، تمام، ودي هيكون معلقنا كابتن احمد مناح. المباراه الثانيه الاهلي والسجون الكيني في بطوله افريقيا للكره الطائره سيدات، واللي بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي هتقام في نفس الميعاد اللي هو 8 مساء، وان شاء الله هيكون يعني معلقنا الدكتور مروان صالح. خليني بس قبل ما اروح اتكلم، انا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي والسجون الكيني، ولكن لازم اوضح ان مباراه الاهلي والسجون الكيني هتذاع على قناتنا على اليوتيوب، وهتذاع على صفحتنا على الفيسبوك، مش هتذاع على الشاشه. اللي هتذاع على الشاشه هي مباراه الباسكت بول افريكان ليج او مباراه الاهلي وبنجي جيم 6 في الباسكت بول افريكان ليج. وخليني اقول لحضراتكم الحسبه النهائيه لمباراه النهارده مع بنجي، في حاله فوزنا او لا قدر الله في حاله خسارتنا اقل من 6 نقاط او خسارتنا اكثر من 6 نقاط. في الاحتمال الاول لو النادي الاهلي كسب هيكون النادي الاهلي المصري في المركز الاول، واهلي بنغازي في المركز الثاني، وبنجاي في المركز الثالث. ده لو احنا كسبنا النهارده ان شاء الله، وده ما نتمناه. لو خسر الاهلي بفارق اقل من 6 نقاط، النادي الاهلي اول، بنجاي هيبقى ثاني، اهلي بنغازي هيبقى ثالث. لو خسر الاهلي اكتر من 6 بونت او 6 نقاط هيبقى بنجي الاول، مش النادي الاهلي بقى، هيبقى بنجي الاول، النادي الاهلي المصري الثاني، اهلي بنغازي الثالث. موضوع معقد وحسابات معقده جدا. المباراه النهارده عايز تخرج بره الحسابات دي، اكسب عشان تريح دماغك ويبقى انتهى الموضوع، وفي الحاله دي هيكون اهلي بنغازي الثاني ويكون بنجي الثالث. اجل حضرتك كابتن نادر، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مباراه الاهلي والسجون الكيني وقد ايه هي مباراه مهمه، خاصه جدا ان السجون الكيني صاحب تاريخ كبير في هذه البطوله، واخد 5 القاب في وقت اللي النادي الاهلي حصل على 10 القاب، وبيحارب او بيشارك في البطوله دي بحثا عن اللقب ال 11. اتفضل يا كابتن. كلام مظبوط جدا. الاهلي النهارده هيلاعب السجون الكيني، ده يعتبر نهائي مبكر شويه، والبطوله عامه اصلا فيها فرق قويه كتير، يعني فيها السجون الكيني والانابيب الكيني، فرقتين دول فرقتين كويسين جدا بيلعبوا دايما نهائيات دايما مع الاهلي. الاهلي واخد 10 القاب الحمد لله، الانابيب الكيني 6 القاب، والسجون 5 القاب. نعم. فالفرقه دي بتنافس كويس جدا. يعني كابتن احنا الفريق اللي ورانا على طول انابيب الكيني. بالظبط. تمام. يعني مش فرق شمال افريقيا زي الكره بتاع الرجال صفاقس التونسي. البطوله دي مختلفه تماما. اشكرك يا كابتن. يعني البطوله دي مختلفه تماما عن بطوله الرجال. نعم. بطوله فيها 5 أو 6 فرق، فرق شرسه جدا، هتنافس الاهلي على البطوله ان شاء الله، واحنا ان شاء الله كلنا ثقه في الفريق والجهاز الفني والاداري والطبي ان هم ان شاء الله يحققوا البطوله. كابتن فخر الدين من مدربين القلائل في مصر بصراحه. طب يا كابتن خلينا نقول الجهاز الفني للكره الطايره سيدات النهارده اللي بيخوض اللقاء بعد اذن حضرتك، اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني للكره الطايره سيدات، كابتن ابراهيم فخر الدين المدرب الفني، كابتن محمود الوزير المدرب العام، لواء ابراهيم حسن مدير الفريق، كابتن محمد حسن محلل اداء، نادر نشأت مخطط أحمال، دكتورة هدير وحيد طبيب فريق، دكتورة ياسمين محمد أخصائي علاج طبيعي، أسماء محمد مدلق الفريق، نادى راشد أخصائي نفسي، محمد شريف أخصائي تغذية. أشكرك يا كابتن. ده كان الجهاز الفني، أستاذن حضرتك نقوله تاني عشان بيتعرض على الشاشة للسادة المشاهدين، اتفضل يا كابتن. تمام. الجهاز الفني كابتن إبراهيم فخر الدين المدرب الفني، كابتن محمود الوزير المدرب العام، لواء إيهاب حسن مدير الفريق، كابتن محمد حسن علي محلل الأداء، نادر نشأت مخطط الأحمال، دكتورة هدير وحيد طبيب الفريق، دكتورة ياسمين محمد أخصائي العلاج الطبيعي، أسماء محمد مدلك الفريق، نادى راشد أخصائي نفسي، محمد شريف أخصائي تغذية. أشكرك يا كابتن. كابتن محمد كتات، أستأذن حضرتك لو نستعرض مع السادة المشاهدين قائمة فتيات الذهب اللي بياخدوا أو بياخدنا لقاء اليوم، اتفضل. احنا هنبداهم بقى كابتن هيثم بالترتيب. زي ما عودتني بالمراكز. زي ما انت حضرتك الوحيد اللي بتقولها مراكز، وانا ببقى سعيد بالموضوع ده، انا بحسسني اكتر بالفرقه. اتفضل يا كابتن. احنا عندنا دلوقتي في مركز صانع الالعاب هيكون دعاء محمد ومريم ثروت، عندنا في مركز 2 هيكون ايه الشامي، وعندنا علياء هاني، ومعاها ندى حمدي، ودي لسه منضمه حديثا للنادي الاهلي. نعم. عندنا في مركز 4 ساره امين وهي كابتن الفريق، زينة العالمي، وعندنا دعاء الغباشي وتيتيانا بوكان ودي المحترفة. تمام. عندنا في مركز تلاتات هيكون آية خالد ومي غزال وسلمى يوسف وميار خليفة. الليبرو هيكون نهال جمال وندى وليد. ده تشكيل أو دي قائمة فتيات الذهب أو سيدات الكرة الطائرة
كما لقبنا عبر التاريخ يعني بفتيات الذهب، ويعني سكواد ما شاء الله كويس، ولكن يتوقع التوفيق ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى في مباراه اليوم. بس خلينا نستعرض مع حضراتكم قوائم البطوله او المجموعات سريعا عشان نحس قد ايه البطوله قويه. احنا عندنا اربع مجموعات في هذه البطوله. المجموعه الاولى الاهلي والسجون الكيني ونصرية شباب بجاية الجزائري، ثلاث فرق بس في مجموعه النادي الاهلي. فالنهارده المباراه دي احنا لعبنا المباراه في الافتتاح، عندنا المباراه دي المباراه الثانيه. فاذا النهارده احنا بنلعب المباراه الاخيره في المجموعه واللي هتحدد الاول والثاني. فالمباراه النهارده مهمه جدا، تابعوها على قناتنا على اليوتيوب وعلى طبعا صفحتنا على الفيسبوك مع معلقنا الكابتن او الدكتور مروان صالح. المجموعه الثانيه فيها الزمالك، الزمالك مشارك في هذه البطوله، ايوه نادي الزمالك سيدات مشارك في هذه البطوله، الزمالك واسيك ميموزا الايفواري ومشعل بلديه بجايه الجزائري. في عندنا اثنين بجايه، شباب بجايه في مجموعتنا، وعندنا مشعل بلديه بجايه الجزائري ومصنع الكحول الوطني الاثيوبي. عندنا دول المجموعه الثانيه، الزمالك اسيك ميموزا الايفواري مشعل بلديه بجايه الجزائري ومصنع الكحول الوطني. المجموعه الثالثه الانابيب الكيني مايو كانيو، مايو كاني ايفوليوشن صح، ايفوليوشن بس مكتوبه بالعربي ايوه صعب ان احنا نقولها. وما يكانوا ايفوليوشن الكاميروني وسيرفيس الناجيري وساندوني من جزر رينيون. المجموعه الرابعه البنك التجاري الكيني والجمعيه الرياضيه لولايه بجايه وليتو الكاميروني وسوكو سيم السنغالي. طيب نرجع ونروح تاني لصاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، وزي ما عودناكم بنقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي يا يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وجولة جديدة والأخيرة من تصفيات بالفور من داخل صالة دكتور حسن مصطفى. هنقلكم بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراة، المباراة الأخيرة زي ما قلت والجولة الختامية بين النادي الأهلي وبانجي. طبعا النادي الأهلي كان قدر يفوز في المباراة الأولى بنتيجة 85-79. خليني بقى أقول لحضرتك إنه النادي الأهلي الحقيقة عايز يفوز أكيد في مباراة النهاردة، يمكن بالرغم من انه حسم التاهل للنهائيات اللي هتكون مقامه في رواندا، لكن هو يحتاج الفوز في مباراه النهارده عشان يتاكد ان هو يكون متصدر المجموعه، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه تصدر المجموعه اكيد بيسهل عليهم الطريق في النهائيات. يمكن كمان عايز يفوز بفرق سكور لانه كمان بيتم المقارنه بين الاول من كل مجموعه. وخليني بقى اقول لحضرتك يا كابتن هيثم واكلمكم عن الاستعدادات، يمكن مستر طبعا اوجستي بوش عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي المصري والنادي الاهلي الليبي امس اجتمع اللاعبين في غرفة الملابس بالرغم من ان طبعا الفوز في المباراة وان هم خلاص حسموا التأهل، لكن مستر اوجستي بوش اكد على اللاعبين ان لسه التارجت او الهدف لسه طبعا ما حققوهوش، لان هم بيحتاجوا الفوز في مباراة النهاردة عشان بقى يأكدوا الصدارة، لان زي ما احنا عارفين ان هم طبعا عايزين يعني يتوجوا بهذه البطولة للسنة الثانية. ويمكن ده الحقيقة هدف كل لاعبي النادي الاهلي، يعني طبعا احنا عملنا معاهم اكيد عدد من اللقاءات، الكل بيأكد ان هو مركز بشكل كبير جدا ولا غنى عن الفوز والتتويج بهذه البطوله. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. يعني طبعا النهارده اختتم الفريق استعداداته بمحاضره فنيه بالفيديو عشان بقى يدرسوا فريق بانجي بشكل اكبر للمباراه ويستعدوا للمباراه بشكل قوي، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الحقيقه المجموعه مشتعله، الكل بيدور على الفوز. فبالتاكيد هنشوف موعد، الحقيقه احنا على موعد مع مباراه كبيره جدا بين النادي الاهلي المصري وفريق بانجي، لكن في النهايه اكيد كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. ده على صعيد الاستعدادات. كمان بقى يا كابتن هيثم خليني انقل لحضرتك الاجواء داخل الصاله. الحقيقه انه كالعاده الاجواء مميزه جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى، الجماهير متواجده في الصاله بشكل كبير. يعني عايزه الحقيقه اقول ان كمان امس برغم ان كان في مباراه كره قدم، لكن ايضا كان في عدد من الجماهير متواجد في صاله دكتور حسن مصطفى. النهارده كمان الحقيقه العدد كبير جدا متواجد في الصاله، يمكن كمان اكتر من كل يوم، لان خلاص بقى الجوله الختاميه. اجواء الحقيقه حماسيه جدا ومشجعه جدا، وفي عدد كبير من الجماهير الحقيقه المصريين وكمان عرب وافارقه. يعني اجواء مميزه جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى. الحقيقه بقى قبل ما اختم كلامي عايزه انقل الحقيقه اشاده كبيره من جماهير النادي الاهلي، لان هم بيشكروا اكيد اداره قناه النادي الاهلي ان هي نقلت بالفور في اجواء مميزه، لان زي ما احنا عارفين انه الجماهير المصريه اصبحت عندها اهتمام اكبر بالالعاب الاخرى. طبعا المجهود الكبير اكيد المبذول من حضراتكم ومن اكيد القائمين على قناه النادي
النادي الاهلي، فاكيد كنت حابه طبعا اوصل هذا الشكر طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم. لو عند حضرتك اي استفسارات، وكمان حقيقه عايز اقول انه لاعبي النادي الاهلي حضرتك طبعا بتبقى عايز دايما تعرف هل نزلوا الملعب ولا لا. هم نزلوا الملعب وبداوا بالفعل عمليات الاحماء، ويمكن كمان باين على وجوههم التركيز الشديد للمباراه. ان شاء الله بقى يكون النصر حليف رجال النادي الاهلي النهارده. طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات اخرى، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، واكيد الشكر كله والتقدير لجمهور النادي الاهلي. احنا بنحاول قدر استطاعتنا نكون مع نجومنا وننقل طبعا كل يعني منافساتنا وكل فرقنا الحقيقه اللي يعني موجوده في كل حته في افريقيا. كره اليد يعني كانت في الجزائر رجال وسيدات بيلعبوا السوبر وكاس الكؤوس، النهارده امبارح كره القدم بتتاهل نهائي افريقيا من جوه استاد القاهره. النهارده بنروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى، رايحين لملعب النادي في العاصمه الاداريه. كمان عندك مباراه السيدات لكره الطائره في صاله الامير عبد الله الفيصل. فرق النادي الاهلي في كل مكان، احنا بنجتهد نكون معاهم، ولكن البطل الحقيقي هو جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه اللي طبعا هو العشق يعني الحقيقه لكل الملايين. فبنحاول بقدر استطاعتنا نكون عند حسن ظن جماهيرنا. كابتن سرعاوي قبل ما اجي لحضرتك، انا اسف، عشان نستعرض يعني طبعا او قائمه او جهاز الفني لفريق كره السله، لازم اوضح ان فريق او مباراه او البطوله الكره الطائره سيدات هي اربع مجاميع. تاني، هي اربع مجاميع. النهارده اخر مباراه لينا في المجموعه على الصداره الاول والتاني، مهم جدا ان شاء الله نفوز، لانه اكيد طبعا السجون الكيني كسب مباراته او الاولانيه مع ناصريه شباب بجديه الجزائري، فاذا هي مباراه النهارده مباراه او هيكسبهم يعني، فرق المستوى اكيد هيكون كبير، فان شاء الله هيكون مهم جدا نكسب النهارده عشان الصداره. كابتن سلعوي اجل حضرتك، نذكر الساده المشاهدين اللي اكيد كلهم طبعا حفظوا معانا الجهاز الفني لكره السله، ولكن يعني نحب طبعا نستعرضه تاني مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن سلعوي. يتكون الجهاز الفني للنادي الاهلي من الاسباني جوست بوش مدير فني، واحمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسي مدرب، طارق الغنام مدير الفريق، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، ومعاه مروان عادل اللي يعتبر من احسن من يقوم باعداد اللاعبين، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تطليق ومساج، وحامد الكاس مهمات. اشكرك يا كابتن سلعاوي. خلينا اوضح لحضراتكم انه في مباراه القبل النهائي اللي هو اللي قبل مباراتنا مع بتروجيت، الزمالك مع طلائع الجيش، منذ لحظات كانت النتيجه 2-1 لطلائع الجيش، وكنا في الشوط الرابع، فاز نادي الزمالك بالشوط الرابع، اذا تعادل الفريقين بنتيجه 2-2، راحوا على الشوط الخامس. هنقول لحضراتكم النتيجه فور الانتهاء، ونتيجه المباراه اكيد مهمه لينا، لانه احنا هنلاقي باذن الله في حاله 8-5 في الشوط الخامس يبقى تقريبا كده المباراه، ولكن كل شيء وارد. المباراه رايحه بشكل او باخر لنادي الزمالك، هيبقى هو الطرف الاول بكره في لقاء ان شاء الله النهائي في حاله فوز النادي الاهلي، وده نتمناه ان شاء الله باذنك يا رب، ونتمنى حضوثه النهارده. كابتن طاهر بعد اذن حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني اللاعبين لفريق كره السله اللي بيخوضوا مباراه النهارده على صاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى. اتفضل يا كابتن طاهر. قائمة سلة رجال الأهلي من اللاعبين: إيهاب أمين، مروان سرحان، إيهاب أمين رقم 4، مروان سرحان رقم 6، سيف قيدار هنداوي من الأكاديمية إم بي إيه، ولاعب ناشئ كان في النادي الأهلي يعني اتربي في النادي الأهلي رقم 7، عيسى ليونز ده المحترف رقم 10، برنس علي رقم 12 محترف الثاني، عمرو الجندي، احمد مهيب، كريم حاتم، محمد ابو النصر، توني ميتشل ده محترف برضك رقم 24، وباتريك يوسف جاردنر ده اللعيب المحترف المصري اللي موجود مع الفريق، وفي مصطفى المكاوي الملقب بكيجو رقم 34، وعمر طارق رقم 41. اشكرك يا كابتن، وخلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل كما عودناكم، واجواء ما قبل المباراه الاهلي والسجون الكيني، ومراسلتنا العزيزه منى المنيسي. اتفضلي يا منى.
كابتن هيثم برحب بيك وبرحب بضيوفك نجوم الاستوديو التحليلي بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت احنا حاليا في صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره علشان انقل لكم اجواء ما قبل مباراه الاهلي والسجون الكيني في بطوله الانديه الافريقيه، ودي تاني جولات النادي الاهلي في البطوله دي. عايز افكر حضرتك وافكر كل مشاهدينا انه دي الـ يعني الاهلي عنده 15 او 10 القاب عفوا في هذه البطوله وبيسعى لتحقيق اللقب ال11، اما السجون الكيني عنده 5 القاب في هذه البطوله، واكيد اخر لقب للنادي الاهلي كان اللقب العاشر كان في 2019 وبيسعى النادي الاهلي السنه دي ان هو يحقق اللقب ال11 ليه. سكواد النادي الاهلي كامل ما عدا طبعا شروق فؤاد وسما. خليني سريعا اقول لحضرتك سكواد الاهلي النهارده في ايه الشامي، ندى وليد، تيتيانا بوكن، دعاء الغباشي، ندى حمدي، ميار، خليفه سلمى، يوسف مريم، ثروت، زين العالمي، ساره امين، مي غزال، ايه خالد، علياء هاني، دعاء محمد، ونهال جمال. يعني يمكن سكواد محترم وسكواد من ذهب بيسعى لتحقيق الفوز النهارده بعد فوزه في اول جولات البطوله امس او ضربه البدايه اللي كانت مع نصريه شباب بجايا الجزائري، واللي انتهت المباراه لصالح النادي الاهلي وفتيات الذهب بنتيجه 3-0. عايز افكر مشاهدينا ان نتيجه الاشواط كانت 25-9، 25-10، 25-11، يعني سيطره اهلاويه ذهبيه كامله. ان شاء الله نشوف نفس الاداء ونفس الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها امبارح ونفس كل حاجه، ويقدر الكابتن ابراهيم فخر الدين يكون مسيطر على اجواء المباراه زي ما حصل امس. يعني يمكن المباراه اللي قبل النادي الاهلي والسجون الكيني اتاخرت وكنا في الشوط الرابع، ولكن انتهت حاليا دلوقتي او زي ما هو باين ورايا في الملعب. فدلوقتي فتيات الذهب او لاعبات النادي الاهلي بداوا ان هم ينزلوا الملعب عشان يبداوا في عمليات الاحماء مع كابتن ابراهيم فخر الدين اللي بيسعى النهارده ان شاء الله مع فتيات الذهب على تحقيق المركز او تحقيق الفوز النهارده وتحقيق اللقب ال11 للنادي الاهلي في البطوله دي. ان شاء الله نكون موجودين مع حضرتك بعد انتهاء المباراه بنبارك على فوز النادي الاهلي زي امبارح كده، تنتهي ان شاء الله المباراه بنتيجه 3-0 لصالح فتيات الذهب. كابتن انا مع حضرتك لو معاك اي استفسار العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو اتفضل. الزميله العزيزه منى المليسي بشكرك شكرا جزيلا، كل التمنيات بالتوفيق لفريق الكره الطائره سيدات الحقيقه اللي بيخوض مباراه مهمه جدا مع السجون الكيني اللي هتنطلق بعد لحظات. ولكن المباراه اللي قبلينا زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشه او شفتوا في خلفيه الصاله انه النتيجه المباراه اللي قبلينا ماشيه كلوز خلاص انتهت المباراه بفوز البنك التجاري الكيني، هنبتدي لسه تسخين نصف ساعه، فبالشكل ده بنسبه كبيره هتتاخر مباراه السجون الكيني، هتنطلق الساعه الثامنه او الثامنه ونصف ان شاء الله من صاله الامير عبد الله الفيصل. طيب اجي لضيوف تاني، خلاص لحظات وتنطلق المباراه، مباراه البال. كابتن سلعاوي توقعاتك للمباراه في وقت احنا محتاجين الفوز عشان نقفل الصفحه دي ما نخشش في اي حساب. كابتن هيثم هي مباراه صعبه ولا تقبل القسم على اثنين، لازم ان شاء الله ان شاء الله نكسب النهارده عشان نرتاح ونروح الروندا نلعب الادوار اللي بعد كده مع فرق ضعيفه، ما نقابلش فرق قويه لو رحنا غير الاول. اعتقد ان رجال النادي الاهلي على اتم الاستعداد. اشكرك كابتن سلعاوي. اعزائي المشاهدين خلاص لحظات وتنطلق مباراه الاهلي وبنجي من وسط افريقيا، المباراه المهمه بالنسبه لنا في ختام طبعا منافسات المجموعه النيل التاهيليه لنهايات بطوله افريقيا بالفور. ومعلقنا الكابتن احمد مناع من صاله الدكتور حسن مصطفى، فالى هناك.